هنفتح التليفونات لحضراتكم لان جاي لي رسائل كتيره جدا عايزه تطرح اسئله على الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي. قبل الفاصل كنت بسال حضرتك، لدينا رئيس خارج من الامتحان الخاص به الانتخابات وهو فائز، وفائز بنسبه كبيره للغايه، ده يديله شعور نفسي بالثقه العاليه وبالتالي يتحرك وهو يعني لديه ظهير شعبي مستند اليه، ولا يعمل ايه نفسيا في تركيبه هذا الرئيس؟ والله انا نفسي يبقى برضو ايه يعني يضع في الاعتبار انه الثقه العاليه احيانا يتبعها اخطاء. يعني الزعيم جمال عبد الناصر ويمكن المشير السيسي بيحب جمال عبد الناصر، ويعني في حاجات كتير بتقول ان هو يعني له مكانه كبيره في نفسه وفي تشكيله فكره ووجدانه. وفي ناس بتقول السادات لديه ايضا يعني، بس السادات ذكره في حلم يعني. لكن عبد الناصر الزعيم جمال عبد الناصر رغم يعني عوامل الزعامه القويه عنده والفطريه والحاجات الكتير، عمل ايجابيات كتيره جدا، انما كان وصل لدرجه الثقه لدرجه عاليه جدا، وكانت دي كانت مداخل لمشاكل او اخطاء حصلت. انا نفسي المشير السيسي ما تبقاش الثقة مفرطة قوي، يعني أنا نفسي يبقى حذر في خطواته، ونفسي أنه ما يغترش برضو بالتأييد الكبير، وده أنا قلقان جدا منه، التعبير المبالغ فيه بالفرحة والتأييد والحاجات دي كلها أحيانا يضر الزعيم أو الشخص أو الرئيس، أنه يشعر أن لديه تفويض كامل ومطلق من الشعب. لا، انا في تقديري انه الرئيس يؤدي مهمته كويس لو حس انه الشعب لا يفاوض على بياض ولا يعطي ثقه مطلقه، وانه الشعب المصري بقى مزاجه متغير ومتقلب، وانه ممكن يبقى شديد الحساب رغم كل التعبير عن التأييد والحاجات اللي حاصله، لكن لو حس انه الاداء غير مرضي وانه يعني سقف توقعاته عالي جدا دلوقتي. ما هو الدكتوره هلا السعيد قالت كده جدا على اي رئيس. فسقف التطلعات العالي ده خطر، وبرده المبالغه الشديده في التأييد والتفويض والمبايعه والحاجات دي برده خطر على الشخص نفسه. لكن الموقف الموضوعي المتوازن احسن، هيخليه يبقى يعني ماشي بحساب، وهيبقى متحسب لأخطاء قد تقع منه أو ممن يحيطون به. ودي يمكن قريبة برضو من الكلام لما نيجي نتكلم مثلا عن طالب في ثانوية عامة متفوق جدا، وطول السنين اللي فاتت بيجيب درجات نهائية ومش عارف يقول أمن، في طلبة كتير بقى يقوم جاي في ثانوية عامة ويقوم جايب مجموع قليل جدا، والناس بقى مستغربة ليه، كانت ثقته زايدة. الثقة الزايدة خلته ما خدش باله من بعض الحاجات اللي كان مفروض ياخد باله منها. يعدل المفهوم للثقة الحذرة. الثقة الحذرة. أنت جبت التعبير جميل جدا. الثقة الحذرة. وعدم الاغترار بالتأييد الجماهيري طول الوقت. لأنه قد بالتالي هو أكيد مدرك إن إحنا مزاجنا العام بيتغير. متقلب. مش مضمونين يعني. مش مضمونين الحقيقة. والمصريين متقلبين جدا، بالذات في الفترة الأخيرة من بعد 25 يناير. وفي تقلبات كتير في المزاج الشعبي. حسن حضرتك على ده، بس اسمح لي عشان معانا ام فاطمه من الامارات عشان بتتكلم دولي. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مبروك لمصر. مبروك لمصر. مبروك الشعب المصري. ده انتوا رفعتوا راسنا بالانتخابات، يعني ما فيش انتخابات في الدنيا نظيفه زي اللي شفناها. فمبروك لكم كلكم. حضرتك مش مصريه. الو؟ حضرتك مش مصريه يا ام فاطمه. لا انا مش مصري، انا اماراتيه، بس يعني من كتر ما بتعامل مع المصريين صرت باخد منهم كلام كده يعني. واحنا اخوه، واحنا اخوه طبعا. احنا كلنا عرب. فمبروك لكم، ومبروك ان شاء الله يبقى السيسي زعيم للامه العربيه مش بس لمصر. واذا هو قال لو احد من دول العرب او الخليج قال استدعانا بس مسافه السكه، احنا بنقول له بس غمض عينيك هيجيك الشعب قبل الجيش.
بنشكركم وشعب الامارات الشقيق. ان شاء الله هنبقى بتعاون دايم دايم ان شاء الله لحد ما نرفع مصر فوق وترفعنا معاها. اشكرك يا فندم على هذه المشاعر النبيله وليست جديده ابدا على شعب الامارات الكريم اللي وقف جنبنا موقف مشرف للغايه خلال الفتره الماضي. سقف التوقعات عالي جدا مش بس في مصر ولكن في الخارج ايضا. لكن خلينا ناخد الاستاذ محمد سالم من بنها. معلش يا دكتور هاخد تليفونات كتير عشان محتاجين يتواصلوا مع حضرتك. اتفضل يا استاذ محمد. الله يسترك، انا معاك يا فندم. اتفضل يا فندم. الرئيس السيسي قال ان الدوله اهم من كل شيء، الدوله ان ما كانتش لصالح الشباب يبقى فيه مراره، لازم الشباب يرتاح. الشباب انظلم 30 سنه، لا شقه ولا شغل ولا سكن ولا فلوس. واحد رب اسره ما لهاش فلوس طلع على كبر اسره رمى نفسه في الميه. اثنين شباب واحد واحده باع كليته ب 4000 والثانيه باع كليته ب 4000 عشان تاخد شقه او اوضه في السطوح ب 8000، واللي حكى دي الطبيب الميداني في الثوره. الشباب مظلوم، لازم حنيه. هنحافظ على الدوله لمين؟ نحافظ على دمنا امنه لمين؟ فكره مهمه جدا يا استاذ محمد، بحيي حضرتك عليها. وعايز اسال الدكتور محمد المهدي، كيف يقترب الرئيس الجديد من الشباب؟ هناك بعض الشباب أيده، وهناك بعض الشباب أبطل صوته، وهناك بعض الشباب قاطع الانتخابات، وهناك بعض الشباب لديه مخاوف كبيرة جدا. يتعامل معهم إزاي؟ هو أعتقد إن دي هتبقى معضلة هتحتاج منه مجهود، إنه الجزء من الشباب بقى في حالة اضطراب سياسي، ودي بانت يمكن حتى من أول انتخابات الدستور في حالة اضطراب سياسي. ده تعبير انه حاسس انه مش متوائم مع ما يحدث، انه اللي مش بيحصل جزء من اللي بيحصل غريب عليه، انه مش جزء من اللي بيحصل. ليه؟ لانه الشباب دول لما قاموا او حركوا الثوره او اشعلوا شرارة الثوره حسوا بثقه عاليه جدا، وبعضهم حتى تورط في انه اتى افعال زعلت الناس منه. يعني مجموعه من الشباب الثوريين زعلوا الناس منه، ويمكن خلوا ناس وقت من الاوقات رفضوا الثورة علشان كانت الثقة العالية والغرور الزائد عند بعضهم، خاصة اللي كانوا بيظهروا في الإعلام كتير. لكن هم كانوا حاسين هم عملوا ثورة عظيمة جدا أبهرت العالم كله. إنما التداعيات اللي حصلت بعد كده واللي حصل في الفترة الانتقالية والتدخلات اللي حصلت خلتهم حسوا إن هم برة المنظومة، وإنه ما زالت اللعبة في إيدين الكبار. محتاج استيعابهم. محتاج استيعابهم واقناعهم بانه هم جزء من الخريطه السياسيه والخريطه المجتمعيه، وانه يبقى يعني مهم قوي في نظره الرئيس الجديد ان هو يضع في كثير من الاماكن شباب حقيقيين ويجوا من اطياف سياسيه مختلفه. يعني ما يقتصرش الشباب على تيار واحد، من تيارات مختلفه. الرأي أن التصالح مع الشباب هتبقى خطوة مهمة جدا، والشباب على فكرة صادق جدا وبريء ونقي وما بيتخدعش في نفس الوقت. يعني لو اتعملت أي حاجة صورية لمصالحة الشباب ما هيش حقيقية مش هتوصل. بس حاجة بتكلمني عن الحالات الطبيعية، عندي برضو مخاوف من بعض الحالات الاستثنائية، أنه هو مغرور قوي، أنه هو فاقد الثقة قوي، ان هو محبط قوي، ان هو شايف الحكايه من زاويه واحده بس، وهو ده الصح وهو ده اللي انا عايزه. عندي شرايح من الشباب كده. صحيح. لما هقول له بقى تعالى اشتغل ويبقى في ارض الواقع هيقترب من الواقع. الغرور هيقل، الثقه الزايده هتتواضع، لانه الواقع مرير. اختبار مرير جدا لاي حد، واي حد عنده غرور اول ما يقترب من الواقع هيتظبط لوحده. ده الرئيس علي منصور قال لما كنت جداً. مواطن ما كنتش متخيل ان مصر فيها كل المشاكل دي كلها. فهو هنا اعتقد انه هتبقى من المهام الصعبه والرئيسيه، ويمكن انه الرئيس السيسي يستعين ببعض الناس اللي ليهم قدره على مخاطبه الشباب اللي قريبين منهم شويه، لانه لو استدعي هذا الشباب المغترب سياسيا نماذج محببة إلى نفسه نماذج محببة إلى نفسه، ولقى أنه هيبقى له دور حقيقي، أعتقد أن دي خطوة مهمة جدا جدا، وهتعمل نوع من السلام المجتمعي وتستفيدي من هذه الطاقة. ليه بقى؟ لأنه إحنا نخشى أنه تظل المنظومة
السياسية قاصرة على كبار السن، الناس اللي فوق الستين كان. احنا بعد ثورة، والثورة ليها استحقاقات لسه كتيرة ما تنفذتش، فلو ما استوعبتش هذه الطاقة الثورية اللي ما زالت قائمة وجزء منها كبير كامن تحت السطح، فلو استوعبناها خلاص يبقى احنا كده وجهنا هذا الضخ الثوري وهذا لا، واستخدمت هذه الطاقة في مشكلات حقيقية بالزبط. تخليه يعرف الواقع اللي ربما هو بينظر له بشكل مثالي، ازاي يبقى قادرين نغيره. طيب بالزبط. اخد الأستاذة شيماء من حلوان وهي في ثانوية عامة، فمهم قوي ان احنا نسمعها. اتفضلي أستاذة شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا فندم. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا شيماء. انا دلوقتي في ثانوية عامة وعلمي، بس المشكلة ان انا في الفترة دي كلها اولا انا ما عنديش ثقة بنفسي خالص، بذاكر مهما ذاكر ما يعني بحس ان انا مش محصله اي حاجه، مع اني لما باجي احل بحل كويس جدا، ولما بمتحن بجيب درجات كويسه مش وحشه. بس المشكله ان انا جايه الفتره دي عليا بهروب، ان انا بنام كتير جدا عكس الناس يعني. حسيت ما عنديش ثقه خالص. طيب نسمع الدكتور. اتفضل يا دكتور. هو حكايه النوم الكتير دي شائعه في الطلبه، بيبقى ده نوع من الهروب. انه المخ لما بيلاقي عليه اعباء كتير ومش قادر يقوم بيها، فالنوم بيشيل المسؤوليه، لانه ليس على النائم حرج، فانا نايم غصب عني يعني. لو كنت صاحي كنت هعمل. فالنوم هي علامه هروب من ضغوط زايده، النوم الزائد. حكايه بقى الثقه يا شيماء، انه برضو احنا كنا بنتكلم عن الثقه، احنا مش عايزين الثقه اللي ملهاش اساس، لكن الثقه اللي ليها اساس مهمه جدا. ليه؟ لان هي بتدي دفعه لمزيد من العمل. فانت بتدخلي امتحانات وبتحلي امتحانات في دروسك او في الكورسات بتاعتك وبتجيبي درجات كويسه جدا، خلي ده يبقى دافع ليكي كويس. لا انا شاطره هنا، انا عامله حاجه كويسه. طب دي فايدتها ايه؟ انها بتديكي امل، بتديكي طاقه جديده، طاقه متجدده. لكن لو قلتي لا ده انا خيبانه وانا مش وفي ناس على فكره بيبقى عندهم ضعف الثقه ده، وان هم يقللوا من نفسهم كنوع من الخوف من الحسد، او تقولك لا لحسن اتغر لو بقيت كويسه. لا يعني احنا محتاجين الثقة، عشان دي هتعطيكي احساس ايجابي بذاتك، فتقول لا والله انا كويسة. طب كمان، طب يلا كمان، شحن طب يلا زيتي. كمان شحن زيتي. شحن زيتي. ناخد الاستاذ صلاح من اليوب. اتفضل يا استاذ صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. بمسي على حضرتك. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ صلاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك؟ اهلا. انا طبعا بقول لحضرتك ان احنا يعني برضو يعني مش متفائلين قوي، او مش واخدين تفويض زي ما بيقول، انما احنا ان شاء الله هنمشي. بلدنا هتمشي وهتبقى زي الفل ان شاء الله. يعني احنا مش يعني احنا متفائلين، بس مش التفاؤل اللي هو يعني خارج عن شعورنا او خارج عن طبيعتنا، لان احنا بطبيعتنا شعب مصري، يعني شعب ودود، شعب دايما فرحان. وبعدين يعني مش عايزين حد يستكتر علينا فرحتنا. وبعدين انا والله من خلال برنامجكم الجميل ده بتمنى ان انا اكون بوجه النداء يا استاذه. اتفضل يا فندم. للنائب العام، احنا عندنا ولد اسمه محمد مصطفى وولد اسمه محمد كمال من 6 ابريل، وعندنا دكتوره اسمها ناديه مصطفى استاذه في العلوم السياسيه في كليه مش عارف في الجامعه ليه. الست دي لحد دلوقتي بيشتموا في مصر على قناه الخنزيره. ليه يا اخوان؟ ليه سايبينها؟ هم مستكترين علينا نفرح؟ لا احنا هنفرح وهنمشي وبلدنا هتبقى زي الفل ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين. شكرا استاذ صلاح. استاذ صلاح بيقول يعني في ناس بتقول طب يعني انتم مستكثرين فرحه، دونا نفرح كام يوم كده حتى نشحن نفسنا بفكره الشحن الذاتي بالفرحه يعني. بس نقوم عاملين ايه بقى؟ ما هو الفرح ده طاقه. نقوم مفرحنا، نقوم عاملين ايه؟ طيب الطاقه اللي جوه دي اللي هزت الاجسام كلها في الراس، عايزينها تستمر في مسارات عمل. لانه لو طلعتي الطاقه كلها في الفرحه بس كده، وطلعتي التفاؤل في انك متوقعه المستقبل توقع ايجابي بس، دون ان يقترن بخطوات يعني، تبقي حالمه. والحلم مش وحش، بس الحلم ما لم تنقله انطره الى الواقع وتعمل بيه فعل، يبقى حلم يقظه، او زي اي واحد واخد مخدر بياخده عشان يتبسط وبس، يعمل دماغ وخلاص ويجيب نتائج عكسيه بعد كده. يجيب نتائج عكسيه، انه هنعيش في حلم وتوقعاتنا تزيد واحنا ما عملناش حاجه. فاحنا بنقول ايه للناس دلوقتي؟
انه افرح واتبسط وتفائل وكل حاجه، ده دي طاقه. بس ده شغل تفكيرك. اشتغل اشتغل اوعى تتوقف عند هذه المرحله، خطر جدا. الرئيس بقى يستخدم بقى الطاقة اللي موجودة دلوقتي سريعا. أيوة. عشان يشغل العمل. أيوة. طيب. رأيي أنا نفسي نفسي يعلن ده من أول يوم، يا جماعة فرحنا واتبسطنا وتفقلنا اشتغل. واللي بيحبني يشتغل. هو قال كده كتير. توقف بقى إيه الـ 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 مش عارف الحاجات الصور اللي في الجرايد ومش عارف إيه والحاجات دي كلها، اللي بيحب البلد دي وبيحب الرئيس اللي انتخبه يوريني ده شغل. بس كان في مثل دايما، ده الشعار بقى، كان في مثل دايما يتقال، فاكر حضرتك لعيب الكره المحترم جدا محمد رمضان كان بيلعب في الملعب ولما كان يجيب جون كان يبقى ماشي في الملعب عادي كانه ما جابش جون، فالناس تقول له طب افرح شويه ده انت جبت جون يعني. لا انا برضو مش مظبوط. لازم التعبير عن الفرح. ناخد الاستاذ زغلول عبد الله من المنيا. اتفضل يا استاذ زغلول. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. وعليكم عليكم السلام يا فندم. ممكن اكلم الدكتور سعادتك؟ طبعا يا فندم اتفضل. ماشي 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 اتفضل. هو مع حضرتك. اتفضل ماشي. انا سعادتك عندي قهر نفسي. تقصد ايه بقهر نفسي؟ ماشي يا باشا. يعني ايه قهر نفسي؟ تقصد ايه؟ يعني تعبان نفسيا وانا موظف في الشؤون الاجتماعيه رئيس وحده. ايه اللي قهرك يا استاذ زغلول؟ يعني يا باشا حد في الشغل قهرك؟ ظروف الشغل قهرك؟ اه يا باشا حضرتك انا عندي 59 سنه باجي لي سنه واطلع معاش حضرتك. ربنا يديك الصحة. فوجئت النهارده ان فيه قرار جه بنجلي انا من مركز درماس من ارياف. سمعني سعادتك؟ اي فندم سامعينك اتفضل. انا ابعد عن مركز درماس ب 25 كيلو. فبصيت لقيت القرار جه يعني نجلين لي بلد اسمها مركز ملوي في ارياف كمان. طب ازاي واحد عنده 59 سنه واجي لي شهور واطلع معاش وهم ينقلوا لي ازاي يعني؟ يعني اتظلم من القرار هو يعني. طبعا يعني اتمنى ان هو اللي اصدر القرار برضه كان يراعي انه في حد قرب على سن المعاش، فيعني ما يبقاش برضه بيبعده قوي. حسسه ان هو قهره يعني. يعني حتى تعرف حضرتك في الـ في الـ في التراتبيه الوظيفيه بيبقى في درجه مثلا معينه، درجه الناس اللي على الدرجه الاولى او على درجه كبير او حاجه، في, في, في القانون احيانا بيعفوهم حتى من الامضاء، امضه الحضور والانصراف، على اساس انه ده حد قعد سنين طويله في الوظيفه والجزء اللي باقي ده بيبقى فيه نوع من التكريم. بس هو القوم ده نفسيا ازاي يا دكتور؟ لان لازم نعول على مجهوده هو الشخصي في المسألة. انه اولا انت يعني تمشي في السكه القانونيه اللي بيها تقول يا جماعه انا في الشهور الاخرانيه قبل المعاش ويمكن صحتي او ظروفي العائليه او حاجه ما تسمحش بده، واوصل لاي حد مسؤول تقدر تكلمه، فهتحس انك انت عملت اللي تقدر عليه. طب عملت اللي تقدر عليه والقرار ماشي وضروري تنفذه، يعني استحمله واعتبر ان ده نوع من الامتحان ليك وضريبه بقى بتدفعها، وربنا سبحانه وتعالى يمكن يعوضك خير ويمكن يبقى فيها حاجه كويسه ان شاء الله. ده اللي اقدر اقوله. ناخد استاذ محمد محمود من المنيا. اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مساء الخير يا فندم. انا بهني الشعب المصري تمام بفوز الرئيس السيسي اولا. اتفضل يا فندم مداخله حضرتك اتفضل. تمام انا بس كنت عايز اوضح حاجه. حد دلوقتي مش قادرين تمام لا احنا مش سامعينك كويس، يا ريت تقف في مكان بس فيه صوت كويس يا استاذ محمد. استاذ محمد طيب نحاول نرجع تاني استاذ محمد في المساله دي. عايزه اتكلم عن زي ما خطبنا الرئيس ده يتعامل مع الشباب ازاي. انا محتاجه كمان اقول للشباب لو انت عندك في بعض الاحيان سيطره نظريه معينه على دماغك، انك انت شايف لا هو هيعمل كده طب وانت لسه ما اختبرتوش، لا هو هيعمل كده وانا معتقداتي بتقول ان هو هيعمل كده، يتخلص من الحاله دي ازاي؟ يعني فكره الفكره المفهوم اللي كنا بنطرحه خليك ايجابي احسن الظن بالناس الى ان يختبروا. يعني هو محتاج تعرف الايجابيه ليها اركان. فعايزه تخلي حد ايجابي تشتغل على الاركان دي، ودي اتمنى انه الرئيس السيسي يعني ينتبه ليها. لازم تحسسيه بالانتماء او تصحي الانتماء جواه، يبقى حاسس انه هنا في بلده
وانه له إرادة في بلده وله قدرة على تغيير الأمور في بلده. أول حاجة فالانتماء، لازم يصحى الانتماء. الحاجة الثانية الحب، انه لازم يحب هذا البلد ويحب الحاضر والمستقبل بتاعها. فلابد ان هو يشعر ان هو عشان يحب ده يحس انه هو جزء من مما يحدث، وان هو مش بره المنظومة، وانه اي مكسب هيحصل او اي انجاز هيحققه الرئيس هيبقى لصالحه. فهنا لما تحط فيه مشاعر ايجابية تجاه ما يحدث فده هيزود الايجابية بتاعته. الحتة الثالثة المسؤولية، ان تحطيه في موقع مسؤولية. لما الانسان بيبقى مسؤول بياخد موقف ايجابي. ليه؟ لانه ما دام انا مسؤول الحاجة اللي هتحصل دي بتمثلني، بتمثل ذاتي، فلازم اعملها كويس. فلو حطيتيه في موقع المسؤولية بدل ما هو طاير في افكار حالمة وفي خيالات وفي تخيلات وفي شعارات يمكن خدوا الارض الواقع. بعضها غير منطقي او كتير منها غير منطقي، خدوا الارض الواقع، حطه في مسؤولية هيتظبط الايقاع بتاعه، ويعرف قد ايه المسؤوليه صعبه وقد ايه انه اي حد في موقع مسؤوليه يعذره. فده هيبقى حاجه كويسه، فانه يتحط في هذه المسؤوليه. الحاجه اللي بعد كده العائد، انه يشعر انه الايجابيه بتاعته دي ليها عائد، حافز نفسي انه لما شارك وعمل وبادر جاله عائد كويس. لانه ساعات حد يشارك او يبادر بحاجه فيجي عائد سلبي. يعني في ناس كده موظفين مثلا في بعض الاماكن يقول لك الناس اللي ما بيشتغلوش قاعدين في امان، ما تغلطش. اللي بيشتغل بيعمل اعداء وبيعمل مشاكل بالظبط كده، يعمل ازعاج للناس لانه حركته كتير وقاعد يجيب افكار جديده ومبادرات جديده، فالناس بيكرهوه وبداوا يعادوه ويبداوا يعملوا حاجات من تحت لتحت. فاقول لك الامن سكه السلام. هنا ده تكريس للسلبيه. الاربع حاجات دول، الانتماء، الحب، المسؤوليه، العائد، اركان للايجابيه. اركان للايجابيه لو عايزه تحركي فئه مستعصيه عليكي. وانا يعني بقول دي نصيحه للرئيس الجديد، انه في الناس اللي قطعوا الانتخابات دي نعتبرها فئات مستعصيه، غاضبه، مغتربه، اي حاجه. ولازم تحط في الاعتبار لانه الرئيس يتعامل مع من انتخبوه ومع من قاطعوا انتخابات ومع من عرضوه او انتخبوا منافسه. صحيح. لكن هو لما بقى رئيس وخلاص بقى في دلوقتي شرعيه للرئيس انه عايز يجمع دول كلهم. وانا هقول مثلا تجميع مؤيديه سهل، مؤيديه خلاص معاه. المشكله في معارضين التانيين بقى. زعلني قوي النهارده ان احد الشباب الكويسين جدا في حمله حمدين يقول لي عايز اسافر بره البلد. يعني ده الاغتراب بقى. ده الاغتراب. بس خلينا غريب على اللي بيحصل. هنناقش ده بالتفصيل. بس هاخد الاستاذه سناء من القاهره. استاذه سناء اتفضلي. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا استاذه رشا؟ اهلا وسهلا يا استاذه سناء. معلش هو انا بس هتكلم في موضوع بعيد عن ابني. هو مش عارف يا دكتور، هو كان ابني عنده 8 سنين بس هو دايما عنده حته ان هو بيمص دايما شفته. بيمص شفته؟ ممكن شفته دايما يمص شفته يعني. فممكن معايا انا مثلا يمسك ايديا يمص شفته واذى. يعني هو من لغايه دلوقتي هو 8 سنين فلغايه ممكن بقى انا بقى دلوقتي ممكن مع اخواته كمان. ممكن ينام على كده، يعني هو عايز ينام على كده. او وقت ما هو قاعد دايما يعمل الحركه دي. في اخواته اكبر منه بنات فهو سمين شويه ابتدى يتخن. فانا دي الحته دي بس مضايقاني ومش عارفه اعمل في ايه. يعني عاقبته كتير بس مش راضي. يعني ممكن ينام وهو طول الليل نايم بيعمل الحركه دي، يقوم كده ويقعد وهو قاعد كده. طيب يا استاذه هنسمع رد الدكتور. شكرا يا استاذه. هي دي لازمه عصبيه بتبقى عند الطفل المتوتر اللي مش حاسس بالامان واللي ما عندوش ثقه في نفسه قوي. فدي بتريحه حركه بتفرغ طاقه التوتر، زي اللي بيقرقد ضوافره، زي اللي بيهز راسه كل شويه، زي اللي بيهز كتفه كده كل شويه. فنسميها لازمه عصبيه بتعكس حاله من التوتر والقلق الداخلي. وبيحس بالامان لما يعملها او لما يبقى يمسك في ايد حد او يمسك في مثلا ملابس والدته او اي حد. ما يجي ينام يبقى عايز يمسك مثلا ايدين حد او صباح حد او الياقه بتاعه اللبس او اي حاجه من دي.
ساعات في ناس بتجيلهم في صورة تقطيع في الشعر، انه طول ما هو قاعد اجراءات تعزيز الثقة تعبير عن التوتر الداخلي. فده بيحتاج ان هو طبيب نفسي يشوفه، وفي الاغلب بيحتاج برضو جلسات علاج سلوكي، لانه الطبيب النفسي هيساعد في تقليل التوتر الداخلي، وهيوجه الأسرة لعوامل هذا التوتر الداخلي، وبيقعد مع الطفل في جلسات سلوكية أو جلسات علاج نفسي لتحسين هذا الوضع، وأحيانا يبقى في استخدام لبعض الأدوية البسيطة. يبقى لازم توديه للدكتور يا أستاذ سناء. ضروري. طيب نسمع الأستاذ محمد حمدي من المنوفية، اتفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. أنا برحب بيك أستاذ رشا ومتابعين القناة طبعا، وكنت راشد قنوات كثيرة في الإعلام في الفترة اللي فاتت، وأشهد بصراحة القناة بتاعتكو دريم بالحيادية الحقيقة يعني. أشكرك يا فندم. الموضوعية. وبرحب بالدكتور، وكنت عايز أسأل حضرته على الشيزوفرينيا وانقسام الشخصية، لأن أنا حاسس إن الإخوان كده عندهم الشيزوفرينيا. يا ريت حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده، وحاسس إن هم منفصلين عن الواقع، عن الواقع خالص يعني. دي نقطة. دي قضية مهمة قوي يا أستاذ محمد. دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك، طبعا أنا بهني الرئيس السيسي وبهني الشعب المصري كله بيه، وطبعا فرحان جدا جدا بيه، بس نفسي أوجه لحضرته رسالة يعني. اتفضل. يا ريت نشتغل بطريقة علمية. احنا عدينا سنين طويلة جدا من في عمر الشعب المصري 30 سنة أو أكتر ما بنشتغلش بطريقة علمية. يعني إدارة الدولة بطريقة علمية، الملف الاقتصادي يبقى فيه علماء يحطوا استراتيجية واضحة نمشي عليها، أي حكومة تيجي بتنفذ الاستراتيجية دي. ولكن احنا كل رئيس وزراء كان بيجي بيحط سياسات من دماغه، أحيانا في حاجات يعني بتتعمل ما أنزل الله بها من سلطان، كانت بتودينا في داهية، سواء السياسات المالية أو الاقتصادية، والتخطيط طبعا حاجة كانت يعني كان فيه مهازل بصراحة زمان يعني. فلازم نمشي بطريقه علميه صرفه، ودي نصيحه مهمه وايجابيه جدا يا استاذ محمد، احييك عليها. ثاني حضرتك اخر حاجه بس معلش، اتفضل. التدريب حضرتك. التدريب. انا ما شفتش حد يتكلم عن التدريب بصوره وافيه، لان ده اللي هيحل لنا مشكله التعليم حاليا. لان حضرتك عشان نعمل تعليم صح من النهارده هناخد نتائجه بعد 20 سنه. حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ محمد؟ انا حضرتك بسافر بره وكده يعني. ربنا يكرمك يا استاذ محمد، عندك افكار ايجابيه جدا. شكرا استاذ محمد. حكايه انفصال الاخوان عن الواقع، وهممني كمان شباب الاخوان. يعني في شباب بتحرك لديه قناعات بان كان في مؤامره، وان هذه المؤامره كانت على الرئيس الاسلامي، وان ده عشان ما تطبقش الشريعه الاسلاميه، وان دول كلهم يعني وقفوا ضد الحلم الاسلامي. دول نتعامل معهم ازاي؟ مش قاريين الاراده الشعبيه اللي اتحركت في 30 يونيو. وده بيرجعنا تاني لفكره التوقعات، وان التوقعات احيانا لما تبقى عاليه قوي ومبالغ في تقديرها، ساعات بتخلي الشخص ما يبقاش قادر يتعامل مع الواقع اللي موجود على الارض. يمكن اخوان فتره في فترات كان عندهم توقعات ب إقامة الخلافة الإسلامية وتحقيق كذا، فكان في حاجات كبيرة جدا جدا. لما كانوا في فترة الحكم كان المفروض ان هم يبقوا قريبين من الحالة المصرية اكتر، لانه الواقع المصري كان يحتاج لحاجات كتير تتعمل. فلما يبقى الرئيس في الوقت ده في دماغه تصورات متجاوزة كتير أو بعيدة عن الواقع المصري، ويبقى مغترب عن الواقع المصري، ده يعمل مشكلة. يعني مشكلة أن المصريين هيحسوا أنه الرئيس مش معاهم، أو أن الرئيس بيفكر في حتة تانية، أو الرئيس عنده مثلا حسابات أخرى. لا، ده كان في ناس بتقول احنا نزلنا الميادين في 30 يونيو عشان دي مش مصر. يعني حسوا بالغربة. ما هو كلمة الاغتراب السياسي كانت مش بس في الفترة دي عند الشباب، لا، الاغتراب السياسي كان برضو في فترة حكم الدكتور مرسي، انه كان في ناس حاسة انه اللي بيحصل ما هوش مش قادر يتوافق وياه، مش لاقي نفسه فيه.
وفي برضو بعض مثلا الاخوه الاقباط كانوا حاسين بالغربه الشديده في الوقت ده، وبعضهم صحيح. سافر بره صحيح. فهي هنا حته الاغتراب السياسي شغاله من 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 بعد الثوره، انه مع كل مرحله تلاقي في حد طلع بره المنظومه. ودي اللي احنا بنقول عليها بقى دلوقتي، انه عايزين الفتره اللي جايه المصريين كلهم يحسوا ان هم جوه المنظومه، ودي مهمه. وارجو انه الناس اللي في السلطه دلوقتي يرعوها قوي، انه مهما كانت الخلافات السياسيه والاختلاف الطيارات واختلاف الاراء والحاجات دي كلها، الا انه الكل في الاخر يدخل جوه المنظومه ما لم يخرج عن القانون. الخارج عن القانون ده خلاص بنسلمه للقضاء يتصرف. لكن اللي هي بتترجم الجمله بتاعت هذه هي قواعد الدوله المصريه، عايز تعيش فيها، هي دي القواعد بتاعتنا، عيش ضمن هذا الاطار. كل الناس تلاقي نفسها فيها. يعني اللي بيشوف المجتمع الامريكي وبيعيش فيه فتره بيحس انه عظمه المجتمع الامريكي ان هو جمع الناس من الشتات كلهم في منظومه وطنيه منتجه ومبدعه غايه في الابداع. وتحس ان البلد دي بتاعت كل الناس. ودي يمكن يعني احنا يمكن بنكره في امريكا المواقف السياسيه والتحيز السياسي بتاعها، لكن كبلد وكمنظومه تحضر كمان تحضر وانتاج وابداع وقدره هائله. ليه؟ لانه حطوا كل الناس دي، الصيني والفلبيني والافريقي والامريكي اللاتيني، استيعاب كل ده. اعتقد انه مهمه اساسيه في الفتره اللي جايه دي هي كده، عشان ما نخليش حد حاسس ان هو بره اللعبه، او انه يفضل هذا الوطن ليس له، يعمل لي مشاكل، يفضل يشاغب او يفضل يفجر او يكسر او يعمل او يحارب او يعمل عدوان سلبي. لانه لو ما استوعبتيش كل الطائف دي، الناس اللي بره الاستيعاب دي او بره الخريطه مش بيقعدش ساكت، ما بيروحش يخبط راسه في الحيط، بيدور على حاجه يعبر بيها او تكون متنكد، هيقرف الباقيين بقى. طب انا هقرفكم بقى، طب انا هعمل لكم حاجه، هنكد عليكم، يعني هنكد عليكم، المقوله بتاعت الاخوان نحكمكم ولا ننكد عليكم وحشتكم. فهي دي. طيب ما اقدرش اختم الحوار من غير ما اسال حضرتك على التركيبه النفسيه الفريده للمستشار عدلي منصور. بقالنا كام يوم كده هذه التركيبه مأثره فينا بشكل كبير جدا، لدرجه ناس كتيره تقابل حضرتك تقول لك الله، هو في شخصيات في مصر كده؟ ده انا فخور دلوقتي ان انا مصري لما يكون المستشار عدلي منصور. ما هذه الحكمه؟ وما هذا الاتزان؟ وما هذا التدين؟ وما هذه الروحيه؟ وما هذا التعفف؟ يعني صفات كده يعني تخلي حضرتك حاسس انك انت ايه ده؟ ولا احنا بنتعلق باللي ماشي؟ لا، هو الكلام بيتقال عليه من زمان. ان هو الراجل جه في فتره كان فيها حاله من الاضطراب الشديد جدا، وحاله من الصراعات الهائله والغموض والعشوائيه واللخبطه في كل حته وفي كل حاجه. فكنا ملاحظين في حاجه بعض الناس انتقدها في الاول، ان هو ايه، قليل الكلام، قليل الكلام وقليل الحركه، وحتى ما بيعبرش كتير بجسمه. هو قال حبوا مصر بدي كنتوا تشتغلوا كتير وتتكلموا قليل، ومفيش انفعالات كتير باينه على وشه. فالناس كانوا مخضوضين في الاول من هذه الصوره، ولكن يبدو ان هذه الصوره هي دي كانت شخصيه القاضي، شخصيه القاضي اللي ما يظهرش انفعاله عشان ما تعرفيش او ما تحسيش ان هو معاكي ولا ضدك. هو بيحكم بالعدل والعداله اللي هي ايه، ما بتفرقش، عداله العمياء زي ما بيقولوا. فهو كان وهو رئيس جمهورية كان واخد شخصية القاضي اللي هيبتسم في وش الناس اللي قدامه اللي بيحاكمهم، ولا هيكشر في وشهم علشان يبقوا مطمنين ان الراجل ده له هيحبهم ولا هيكرههم. دي كانت القاضي، بس هو دخل بقى على الرئاسة ففي حاجات تغيرت. كان في حالة ثبات شديدة جدا في مواقف اهتز فيها ناس تانيين كتير، يعني في ناس تناثروا ووقعوا واتلخبطوا وحاجات، هو كان واقف بثبات شديد. ظهر في حاجه في الخطاب الاخير، الناس كانت بتفكر ساعات ان هو عشان شخصيه القاضي معاه فما عندوش مشاعر. لما بكى النهارده بيتكلم عن الشهداء بكاء صادق جدا وحقيقي ومؤثر، باين الراجل ده جواه قدر هائل جدا من المشاعر. أدى دوره بتواضع شديد، ما خدش بقى أبهة الرئاسة والحاجات دي كلها، لا خالص. يعني كان بيعمل اللي عليه
بشكل مهني ومحدد وعارف حدوده وعارف هو مطلوب منه ايه في الفتره دي. هيتعمل دستور، هيتعمل انتخابات، هيتعمل كذا، هيتعمل كذا، في خطوات محدده انا بعملها وحافظ على ادائه بشكل متوازن، لا بالغ في الحفاوه ولا في الثقه ولا في الغرور ولا في تضخيم ذاته ولا حاجه بالشكل ده. اعتقد ان دي كانت صوره نموذجيه للرئيس اللي ما بتهزوش قوي اعجابات الناس وتسقفهم والحاجات دي كلها عشان ما تهزوش وتسحره وتخليه يدخل في مناطق خطره او يستدرك فتتضخم ذاته او يشعر بكاريزمته اكتر من اللازم او يغتر اكتر من اللازم وما بيتهزش قوي مين ولا شمال، لكن عنده درجة من الثبات الانفعالي عالية جدا. لا والتوازن الفكري، يعني تابعت مرة خطابين كنت منتظرة هيقول ايه في خطاب اعياد الشرطة، يعني كان ماشي على خط رفيع، تحدث عن تجاوزات في الماضي كانت تقوم بها اطراف معينه، ولا يمكن ان ينكر ايضا التضحيات على الارض، فخد الخط بشكل مدرج في اعياد احتفالات اعياد سيناء. كل الرؤساء اللي كانوا بيطلعوا سيناء وتنميه سيناء ونسمع اغاني على ارض الفيروز، قال لك اهملنا سيناء لسنوات يعني كان موضوعي طول الوقت جدا ومتواضع جدا في تعبيره، وكان قليل الكلام وكلامه محدد ورايح للهدف ويطولش. كانت ميزه كبيره جدا فيه، مفيش صرصره، مفيش لفت نظري قوي انفعالي حشو في الكلام، مستوى ادائه الانفعالي يعني زي ما حضرتك بتقول لما نظراته وهو بيبص لامير قطر وهو يتحدث، يعني الصوره دي لا ينساها احد، تحمل دلاله نفسيه. بس برضو انت عارفه برضو بتاعه القاضي المترفع عن انه يدخل في صراع مع حد او يستدرك في خناقه، يعني هي بصه وبس وخلاص، وهي دي الدلاله. لا اعتقد انه يعني الحقيقه كان شخص يعني هيذكر له في انا قلت ان هو يعني الحقيقه يعني. وناس كثيره بتقول المساله دي اعاد الى هذا المنصب هيبته، اكد ان المصريين يمتلكون قدرات، ما كانش حد انا يعني حد كان يقول ان المستشار عدلي منصور اللي هو رئيس المحكمه اللي كان لسه ما اداش اليمين يبقى رئيس مصر ويقدم التجربه بهذا النجاح المشرف، لسه بنختبر نفسنا. منصب في منتهى الصعوبه جدا وظرفه في منتهى الصعوبه. انا بشكر حضرتك يا دكتور، بس عايزه اركز على اركان الايجابيه، الانتماء، الحب، المسؤولية، العائد أو العائد. نقولهم تاني عشان دول مهمين، الانتماء، الحب، المسؤولية، العائد. هذه شهادة أو هذه نصيحة، شهادة بالمعنى أو شدة يعني طبية للطرفين، الرئيس ومواطنيه، الرئيس وشبابه، في تعبير كانوا يقولوه أمهاتنا وأجدادنا، خدهم تحت جناحك. بالظبط. نفسيا. بالظبط. نفسيا. سعدت النهارده بوجود حضرتك معايا، واتمنى ان يبقى في عندنا فرصه نلتقي بحضرتك، وبعتذر طبعا احنا اطلنا عليك النهارده. الاستاذ الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي، نورتنا النهارده في العاشره مساء. بشكر حضراتكم وبشكر كل زملائي الاعزاء اللي بيساهموا الحقيقه بمجهود كبير، بنحاول نهتم جدا بالشغل اللي بنقدمه لحضراتكم، لان كنتوا اكيد تستاهلوا افضل من كده بكتير، لكن احنا بنجتهد. هذه تحياتي وتحيات زملائي وتحياتي رشا نبيل، إلى اللقاء.